وصل يا بنات البين كود، وشكرا جدا جدا على دعمكم ووقفتكم جنبي. طبعا الحمد لله انا ما كنتش متوقعه خالص ان هو هيوصل، ولا حد هيرن عليا ولا يعبرني اصلا. فمن اول امبارح لقيت عم جابر بتاع البريد بيرن عليا وبيقول لي وصل جواب باسم حضرتك، فبقول له الكلام ده بجد؟ قال لي اه بجد. فالمهم اتواصلنا يعني وكده، وجبت الجواب وكل حاجة، وانا ما كنتش متوقعة الكلام ده خالص. ليه بقى؟ لان انا بهدلت الاعدادات عندي خالص. غيرت العنوان كذا مرة وغيرت الاسم كذا مرة وعملته باسم حد تاني والكلام ده كله، وفي الاخر وصل بنفس الاسم والعنوان القديم اللي هو اول حاجة انا عملتها وكتبتها في الادسنس. ده معناه ايه؟ معناه ان هما بيبعتوه من اول مرة بتكتبي فيها العنوان والحاجات دي كلها، فبيبعتوه اول مرة بس هو بياخد وقت على ما يوصل. انا عندي خد بتاع 3 شهور واكتر كمان، فمحدش يضحك عليكم ويقول لكم ان هو بيوصل بعد اسبوع او الجواب وصلني بعد 10 ايام، الكلام ده كدب تماما. فده شكل الجواب زي ما انتوا شايفين كده، مكتوب الاسم عربي بس مكتوب حروف، مكتوب من الشمال لليمين زي الانجليزي بالظبط، لان بتوع جوجل ادسنس مش بيعرفوا العربي يعني. وطبعا عم جابر بتاع البريد رن عليا عشان انا كاتبه الرقم بتاعي في سطر العنوان التاني، وكاتبه ارجو الاتصال على الرقم ده لاهميه الظرف، تمام كده. فهو يعني جمع الاسم وجمع العنوان وجمع كل حاجه واتمرمط صراحه ورن عليا. بس هو ده شكل الجواب من بره. طبعا الكود اللي احنا هندخله في الحساب بتاعنا جوه الظرف ده، فدي الاماكن اللي هيتفتح منها الجواب، معمول عليها اسهم كده. فدي اول ناحية بفتحها، وطبعا قلقانة جدا للجواب يتقطع مني. ببص بقى بشوف في حاجة جوه ولا في ايه بالظبط. دي الناحية التانية تتفتح بنفس الطريقة، بيبقى في خطوط كده صغيرة. طبعا هنا برضو كنت جبانة جدا وخفت يتقطع مني، فكملت بالمقص بس. واخر ناحية دي تحس ان هو ان هي متلزقة كده بحاجة، فبرضو سهلة ان هي تتفتح يعني. وبس كده، ده الجواب بتاعنا يا جدعان. وقولي لي الف مبروك بقى، وعقبالكم يا رب، وان شاء الله كلكم يوصلكم البين كود، وما تقلقوش يعني ما تستعجلوش على الجواب. دي بقى يا بنات الخطوات، هما كاتبين لك الخطوات اللي انت هتدخلي بها الكود ده في الحساب بتاعك. فاول خطوة اللي هي بتدخلي على اللينك ده مثلا، مع ان الخطوات دي كلها يعني صعبة، هي اسهل بكتير. فانا هعلمكم الكلام ده كله عملي على التليفون بتاعي، فكل ده هعلمه لكم دلوقتي في فيديو. دي الخطوة الاولى بتدخلوا على اللينك، والخطوة التانية على الاعدادات، والخطوة التالتة على معلومات الحساب، والرابعة اللي هو بتدخلوا الكود، وبعد كده بتدوس على كلمة ارسال. طبعا انا بقى انسجمت خالص وناسي ان انا قدام الكاميرا اصلا، فبقرأ براحتي كده وقاعدة بشوف الاعدادات هتبقى عاملة ازاي. بس كده، حتى ما سبتش كلمة مع تحيات جوجل ادسنس. فده الكود يا بنات اللي هو على الناحية الشمال، بس انا مغطياه طبعا، مش عارفة وهي القنوات بتعمل كده ليه، مش عارفة. فانا قلت اعمل زيهم واغطي الكود بتاعي، ممكن يكون هيسرق ولا حاجة. بس كده، وده شكل الجواب من جوه، وده الكود، و عقبالكم يا رب لما يوصلكم ان شاء الله. في فيديو دلوقتي هيوضح لكم طريقة ادخال الكود وكده يعني، واثبات الرقم التعريفي. اول حاجة بندخل على جوجل وبنكتب ادسنس، هي مكتوبة قدامي بس هي رخامة يعني، حبيت اكتبها تاني. بعد كده طبعا ده الحساب اللي هو بتاع جوجل بتاعكم، لو مش هو اللي مفتوح على الجهاز بتدخلي وبتعملي تسجيل دخول يعني.
فانا دخلت على جوجل ادسنس، دخلنا على حساب تاني، فاخترت برضو حساب جوجل بتاعي بتاع الادسنس، وبنزل بقى لتحت خالص. وصلنا كده عند اثبات صحة عنوان ارسال الفواتير، فهدوس على كلمة تحقيق دي اللي هي تحت، وطبعا ده المكان اللي هنكتب فيه الكود. انا كده بكتب الكود بتاعي، وبعد ما بنكتب الكود بنضغط على كلمة ارسال اللي هي موجودة تحت. تم اثبات ملكية عنوان ارسال الفواتير، يبقى كده تمام خلصنا المهمة بتاعتنا. بس كده، أشوفكم بقى في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.